اهلا بكم من جديد. صباح الخير لكل المشاهدين. هذه الفقره رح نحكي فيها عن جلسه حواريه رح ان شاء الله يتشارك فيها، وفي دائما في تعاون ما بين كل المنظمات اللي لها علاقه بالاشخاص المعوقين وما بين ايضا وزاره العمل. وزاره العمل معنيه جدا بانها تضمن تشغيل الأشخاص المعوقين وتضمن أيضا استمرارية عملهم في أماكنهم. اليوم في تشاركية ما بين المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء. ست إناس الطائفي معانا، مديرة المركز، صباح الخير. صباح، أهلا وسهلا فيكي. ست غيداء العواملة وهي مديرة التشغيل في وزارة العمل، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي ست غيداء. صباح الخير. وأنتوا عم تشتغلوا مع بعض لضمان استمرارية عمل الأشخاص المعوقين في أماكن عملهم، خصوصا انه في مديرية وسهلا لتشغيل الاشخاص المعوقين او اشخاص ذوي الاعاقة. اهلا وسهلا بكما. وبدي ابدا مع ست ايناس، يعني يمكن يكون في علاقة حميمية وجميلة وحلوة ما بيننا وبين هذا المركز. وانا كل مرة بضل اتذكر زيارتي للمركز وقديش انا انبسطت انه في بالاردن مثل هذا المركز اللي من اول باب، من اول درج، من اول عتبة تعرفي انه هذا يعنى بالطالبه الكفيفه. فشكرا للسعوديه الشقيقه لافتتاح هذا المركز في الاردن، وليعنى بفتاتنا الاردنيات الكفيفات من كل المحافظات. مؤمنين المبنى مؤهل تماما لاستقبال وخصوصيه الاعاقه البصريه. اهلا وسهلا فيكم. احنا تحدثنا والساده المشاهدين يمكن صار عندهم فكره، بدنا نحكي على الجلسة التشاركية ما بينكم، وخصوصا انتم اخذتوا دورة اسمها انت والست غيداء دورة مدرب العمل. نعم. اللي هي بتضمن استمراريته، وهي مهم. مش يتعين اليوم الكفيف او ذوي الإعاقة يتعين اليوم وبعد ثلاث ايام بتصير ممارسات تطفيشية، متأسفة لهي العبارة. نعم. اللي العامية، لكن هي كذلك بتصير هيك. نعم. فانتم اخذتوا الدورة، نحكي شوي عن الدورة ست ايناس، دورة مدرب العمل. حبيبتي الله يسعدكم ويسعد صباحكم. حبيبتي بالنسبة لهي الدورة زي ما حضرت الأخت سمر وحضرتك تفضلت فيها، يعني ساعة لعقدة هاي الدورة جايكا بالتعاون مع وزارة العمل. وبصراحة إحنا كنا دائما أسألي عم بشتغل مع ذوي الإعاقة من 1998، ودائما كنا في المنتديات وفي المؤتمرات نفتقد لوجود وزارة العمل أو لو دورها القوي في هذا الموضوع. فكانت هذه الدورة اللي انعقدت مجرد رعاية وزارة العمل لمثل هذه الدورة والتي استمرت لمدة ست أيام، وكانت يعني بوجود مدربات من ماليزيا لعرض تجربة ماليزيا في هذا الخصوص. خاصة ماليزيا ما في عندها قانون يجبر أصحاب العمل للعمل، وعندهم أكبر نسبة لتشغيل المعوقين رغم أنه إحنا عندنا قانون. قانون نعم. والعكس. نعم. هو اللي صاير القانون أنه 4% إذا كانت صح. منشأة خمس أكثر من 25 لازم 4% بس هل القانون موجود بس؟ نعم. الدورة كانت من يعني حلاوتها أنها كانت تضم عدد من الدول العربية، كان من فلسطين، كان موجود من مصر، كان موجود من لبنان، وكان موجود من طبعا من الأردن، ما بين أصحاب العمل ممثلين لبعض المؤسسات منها المناصير كان موجود، كان موجود أحد الفنادق أتيكو. نعم. والأتيكو. نعم. بالإضافة إلى كمان وجود قطاع الخاص اللي هو معني بتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة. كنت أنا بمثل الإعاقة البصرية، في زملاء اللي تانين كانوا بمثلوا الإعاقات الحركية، الإعاقات السمعية. ما كنتوا لحالكم يعني، كان في أكثر من ممثل عن أكثر من منظمة. نعم. بس إحنا استغلنا فرصة المركز وأنه عمل علاقة. الدورة بتستمر أعتقد لست أيام، يعني فيها كثير تفاصيل. بالضبط. فيها كثير شغل. نعم. غيداء أنتوا بوزارة العمل معنيين جدا، وهذا القسم اللي له علاقة بمدير التشغيل الأشخاص المعوقين مبسوطة أنه في قسم معني بهذا الموضوع. شو آليتكم بالتفتيش على أصحاب العمل بحيث تضمنوا بجوز فعلا زي ما قالت فخر يعني يتعين أول يوم هيك صوريا، يعني ثاني يوم ثالث يوم بعد شهر يعني فيش تسهيلات، ما في استمرارية وما في تسهيلات، وفي فعلا زي سياسة التطفيش زي ما بقولوا. قد ايه بتحاولوا من خلال سياساتكم التفتيشية الدقيقة؟ بدي أصبح عليكم وعلى الست فخر وعلى الست سمر، وأشكر الست إيناس على دعوتها للوزارة للمشاركة في هذا الموضوع. هلا احنا كدورنا في كوزاره بكره راح يكون عن اهم الانجازات والاشياء اللي اشتغلناها في مجال تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه. نعم. من يعني بدايه من التفتيش على الماده القانونيه اللي هي الماده 13 في قانون العمل. نعم. اطلقت وزاره العمل حملات تفتيشيه مكثفه واسعه على هاي الماده بالتحديد،
حتى بلغ عنا عدد الزيارات تقريبا 12,000 زيارة. طبعا من خلال التفتيش يعني احنا يعني خليني احكيها انه في فجوات لحد الان ما بين قانون العمل، يعني ما في الصفة الإلزامية البحتة انه احنا نشغل الاشخاص ذوي الاعاقه. احنا ما بدنا نوصل لصفة إلزامية، احنا بدنا نوصل لقناعه، قناعه اجتماعيه اهم من الالزام حتى. يعني هلا احنا بعد ما تمت هاي الزيارات التفتيشيه صار اصحاب العمل يتوجهوا عمديريات التشغيل والعمل بيطالبوا انه بدنا اشخاص ذوي اعاقه يشتغلوا معنا، حتى يعني تقريبا بلغ عنا عدد المشتغلين من بدايه السنه لحد الان تقريبا 270 شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه، وفي طور انه ان شاء الله نزيد هذا العدد من خلال تكثيف الزيارات اكثر واكثر من خلال مفتشينا في الميدان. طبعا في عندنا كمان شغله اللي هي احنا كمان يعني احنا كمفتش عمل، كباحث عن عمل وكصاحب عمل، في عندنا دليل ارشادي، في انه احنا رح نطلق دليل ارشادي مختص رح يكون اول دليل ارشادي لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقه موجه لاصحاب العمل ومفتشين العمل الاشخاص ذوي الاعاقه، رح يحتوي على عده اشياء. طبعا حطينا مسوده وشغالين مع لجنه فنيه ورح يتم عرضه على اشخاص ذوي الاعاقه، فان شاء الله تتمنوا خير. طب هلا هاي الاشياء الموجوده طبعا في بكره رح يكون في تمام الساعة 11 صباح يوم الاثنين يستمر البازار، بازار خيري بمناسبة رأس السنة الهجرية واليوم العالمي للعصا البيضاء اللي صادف يوم 15 الشهر. من 10 صباحا حتى 5 في مقر المركز الكائن في الصوفية، دخلت مطعم مقابل مدرسة جميل شاكر، جميل شاكر البنين. مزبوط. المحل كثير سهل، بس أنا بدي أنوه إنه هاي الأشياء الدقيقة صنعوها صبايا كفيفات. طبعا يعني هاي تجسد المقولة إذا كانت هناك رعاية سنكون ثمرا طيبا. طبعا بالضبط. فهي الأشياء الدقيقة صنعوها طالبات كفيفات بالمركز السعودي لرعاية وتأهيل وتدريب كفيفات. وإحنا هذا الهدف من البازار إنه نحاول إنه نعرض نماذج شوية من قدرات هدول البنات وإيش بيقدروا يعملوا. يعني وفي منها شغلات كثيرة ممكن إنه تكون مادة للدعاية والإعلان لبعض المؤسسات والمراكز. يعني مثلا الدرع هذا اللي معمول ممكن أي مؤسسة تطلب تطلب منه لا اعملوا لي درع اللوجو تبعي اللوجو تبعي كشكل مشكلة الدعم كشكل يعني بحفروها هم حفروا نعم طبعا هي بماده ماده الرايزو هذه بتنحط تنصب في قوالب وبعدين تطلع الآلة طبعا بنعمل لهم على الكمبيوتر اللوجو تبعهم الخاص وبيشتغلوا وبتصير هو له ماده دعائيه. يعني اذا حتى هذا يعني حتى الشيء المعقم المعقم اليدين مثلا برضه هاي صناعتكم وصناعه المركز انا بنبسط كثير لما يكون في خبراء عم يعني بتعاونوا مع مؤسسات معنيه بالاشخاص شؤون الاشخاص المعوقين، لانه مره قلنا بحلقات كثير حتى قلنا انه ضروري المؤسسه تكون مؤهله اللي بتشغل مؤهل لاستقبال الاشخاص المعوقين ببنيتها التحتيه وايضا بالموظفين اللي بيتعاملوا مع الشخص، يعني مش كفايه فقط ان نروح نوظف كفيف او كفيفه مثلا. هلا سويسرا بتفتخر انه بعض انواع الساعات اللي تصنع في سويسرا من الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه، لانه بقول لك صاحب المصنع انا استخدمت طاقتهم العقليه طبعا، وهم بيفتخروا ان هذه الماركه من الساعات صنعوها طبعاً. مجموعه من الاشخاص اللي عندهم اعاقه حركيه فاحنا بنتمنى احنا اذا نعلن عن بازاركم ونعلن عن وجودكم ان شاء الله. انا بدي اشكركم ست ايناس وست غيداء، شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وانتم اكثر عطاء لهي الفئه التي تستحق الدعم دائما والرعايه لانهم ثمر طيبا فعلا. شكرا لكم. وننهي حلقتنا مشاهدي الكرام لهذا الصباح، غدا صباحا يوم جديد باذن الله. تحيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.